الفرنسي. يكون معنا مباشرة مراسلنا حسين عوادية من باب الأهم. بك حسين، بداية إعلان أصحاب المولدات الإضراب العام في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، ما هي أسباب تصاعد هذه الأزمة وأيضا التهديد بالإضراب في هذه المرحلة؟ تفضل. نعم، أهلا بك. حقيقة أصحاب المولدات الأهلية في بابل أعلنوا عن الإضراب نتيجة عدم تزويدهم بالوقود، وقود الغاز يعني الكافية لسد احتياجات المولدات. كذلك ارتفاع أسعار الغاز في السوق السوداء جعل هؤلاء أصحاب المولدات يتجهون إلى الإضراب العام كوسيلة ضغط على الحكومة المحلية وعلى وزارة النفط وعلى الجهات. هذا الإضراب يقع ضحيته المواطن البسيط. يعني هناك تظاهرات في بابل على الكهرباء، لأن الكهرباء لم تكن موازية مع المولدة، يعني أربع ساعات في ست ساعات انقطاع مستمر. هذا الأمر جعل يعني أصحاب المولدات يعلنون الإضراب العام. نعم. طيب، كيف تفاعلت الجهات المعنية مع المطالب التي خرج بها أصحاب المولدات؟ وهل هناك وعود حصلوا عليها لضمان توفير الوقود الكافي للتشغيل الذي يطمح ويبحث عنه المواطن البابلي؟ لغاية الآن الجهات المختصة لم تقم بأي دور بخصوص هذا الموضوع، ما زالت تتخذ دور المتفرج على هذه القضية. المواطنون يعني حقيقة عانوا من هذا الموضوع كذلك. كان رد ما بين المقام للمناطق او الاقضيه يتجهون له لتقديم شكاوي على اصحاب المولدات. بذات الوقت صاحب المولده ايضا الدوري يقول بان يعني هو يستطيع فقط توفير الخط العادي، يعني الامبير العادي، اما الامبير الذهبي يقول بان حصه الغاز غير كافيه لتشغيل الامبيرات الذهبيه، كما طالبوا أصحاب المولدات أيضا من مقام والجهات المختصة بضرورة زيادة رفع سعر الأمبير لسد احتياجات المولدات. نعم. طيب حسين، في هذه المرحلة هل هناك أصحاب بعض المولدات عملوا على إيقاف تشغيل المولدات وفق الاحتياج الفعلي للمواطن؟ وأيضا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كيف يتابع المتضرر الوحيد من هذه الأزمة المواطن البابلي لخطوات أصحاب المولدات بإيقاف التشغيل؟ تفضل. نعم، يعني كما ذكرت لك بأن المواطنين اتجهوا نحو التظاهرات ليست فقط على أصحاب المولدات بل على المنظومة الكهربائية بشكل عام. أن الكهرباء هي منذ سنوات في بابل غير مستقرة، هذا الأمر أثر على المواطنين كثيرا. أما بخصوص المولدات، بعض أصحاب المولدات قاموا بتشغيل المولدات، لكن البعض الآخر ما زال مستمرا على الإضراب. حتى الذين قاموا بتشغيل المولدات تحدثوا بأنهم سوف يكونون في الأيام المقبلة ينضمون إلى أصحابهم من الذين قاموا بالإضراب العام، متحدثين بأنهم لن تكفيهم حصة الغاز الموجودة لديهم، مطالبين الجهات الحكومية بضرورة زيادة حصصهم من الغاز ورفع سعر الأمبير. وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك مراسلنا من بابل حسين عوادي، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك.